حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأُمروا بالقضاء، قال: لا بد من قضاء، وقال معمر: سمعت هشامًا لا أدري أقضوا أم لا.